شارك المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في أعمال الاجتماع 18 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي عقد صباح اليوم عبر تقنية الاتصال عن بعد برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سهيل بن محمد المزروعي رئيس الدورة الحالية وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. وأكد المهندس الحمر أن الاجتماع الدوري للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون يكتسب هذا العام أهمية استثنائية لتزامنه مع التحديات المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدا أن الظروف الحالية تتطلب وضع خطط قصيرة وطويلة الأمد بهدف الحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي الهام. كما أشار وزير الإسكان إلى ضرورة مواصلة ومتابعة ما تم اتخاذه من قرارات بالبرنامج التنفيذي المتعلق باستراتيجية العمل الإسكاني المشترك وتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في تلك الاستراتيجية والعمل على تجاوز التحديات الخاصة بذلك لضمان نجاح الجهود المبذولة في توفير منظومة إسكانية خليجية مشتركة.